السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى قصة جديدة. صادفت هذا الفيديو رغم أنه قد كان في سنة 2023، يعني قبل شهر تقريبا، لبعض الاختلافات للركاب على متن الطائرة. والعنوان يعني ما موقفك من هذا، يعني شخص حاجز في مكان وحصل عائلة سبقته. يا حرمة ما تقلس كب حرمة يا مكلف 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 يا مكلف. السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كان صاحب التذكرة أو رقم المقعد يعني لشخص أجنبي وعرض لك التذكرة مع رقم المقعد، هل ستكون عليه هذه البجاحة ويلعن أهلاتك وليش تقعد جنب مكلف، أم أنك تكون نظرة ثانية هذا لأصحاب الطيران؟ يعني الموقف أنا اللي شايفه، يعني الآن العالم يسير إلى نظام عالمي واحد تقريبا، وأنا قد شاهدت أنه يعني بدأ ينتشر مع التكنولوجيا، يعني في أشياء عالمية تكون، يعني فالقبيلة يعني خليها على يعني القانون إن له كل حيز التذكرة والمقعد هذا، إذا سمحت أنت من عندك عادي ما في مشكلة، ولكن يعني إن الثانية اختلف مع الراكب لا، ما هو من حقه. هذا أنا موقفي الذي يعني أفكر فيه أو أحكم فيه، يعني رأيي تقريبا. فأنت حجزت مكان وجاء عائلة وجلست قبلك، يا أخي إذا أنت ما تريد أحد يجلس لك الحق أنك تشيل. العموم أنا الفيديو هذا تقريبا لازم أكون قد حضرت له كثير، ف سأراجعه إن رأيت أنه مناسب للنشر وأنشره لكم، وإن لم أنشره فلم تعلمون عنه شيئا.